إلى حد الآن وحقين التأمين يجب أن نتعامل مع وقوع الحادث. هل يوقف؟ ما في دول العالم كلها أحد يسمح لك بأن تتوقف في الطريق لأن عندك حادث. تخرج وخبراء الحين يقدرون يصورون الحادث ويحركون حتى ما يصوره. ما مطلوب منك تصوره، ما مطلوب شيء، مطلوب أنك تكون لأقرب موقف توقف فيه، لأن أساسا من أثار هندسيا تقدر تعرف من وين صدمت السيارة وفي أي اتجاه، وكل هذه معايير ممكن ضبطها ناهيك. هذه الدقشات الخفيفة، لكن أحيانا يعني صدمات تعطل الطريق، السيارة ما تمشي. إذا في حل ثاني أن يجيب العملية نقل السطحات، في الدول يستخدمون الموتور سايكل يدخل بين الزحمة علشان يفرد عضلاته ويسحب السيارة. لازم نوجد نحدد الاستجابة، لازم المرور ولا وإدارة الطريق يقول أنا حادث وقع 3 دقائق أشيله، دقيقتين، مثل قياس التايم في عملية نقل العفش وتسليمه في المطار. دول تسلمك عفشك خلال دقيقتين، ودول تقعد شهر عشان يجيك عفشك. فإحنا إدارة الطريق مهمة جدا، وصدقني ستكون الطاقة الاستيعابية أضعاف مضاعفة، وستحصل على أرقام. وخاصة نشوف في تضخم في المدن الآن، يعني مثلا شركات كبرى قاعدة تأتي، نتحدث عن سياحة وتزايد في عدد السواح ولمن يأتي للمملكة، فقاعد يتضاخم العدد. أنا مهندس وعندي خبرة في الطرق، أنت تقدر تخلى الطريق يسلك معه 10 أضعاف عدد السيارات بتحديد السرعة، تحديد المسارات، تحديد المخارج، نفس الطريق. فالمسألة مسألة إدارة ومسألة احتياج. أنا عند ما يكون في زحام يا أخي أخلي الناس يطلعون في اتجاه، يمشون في اتجاه ثاني، شيء استخدم عدة طرق. يعني الإدارة يعني شوف لازم نفرق خارج الصندوق، لكن كونك تترك الناس وتترك تتفرج فيهم. المشكلة الآن أن رجل المرور ما يملك إدارة، يعني التعديل في تصميم الطريق ما يملك القدرات هذه لأنها هندسية. والأمانة تشوف أنه بس خلاص سلمته بالطريق، ما هي مسؤولة عن مراقبة الطريق. فيجب أن نجمح الإدارات هذه وتنجمع في تحت أي مظلة إدارة المدينة وتكون تتولى. عندنا صار مركز سلامة الطرق. زين، وش تأثيره؟ هو المشهور اللي ينفذ المشاريع، هو المسؤول عن الصيانة، هو المسؤول عن إعادة برمجة الحوادث. أنا ما إلى حد الآن ماني مستوعب أن واحد يوقف وسط طريق سريع بحجة أنه صادم. يا أخي ما حد صحته، حتى هو يعني أصبح الإنسان مهدد، ما في سيارة عشان 200 ريال يقف ويجي واحد يدهسه وندفع دية ثاني مرة. يعني فيه هناك إشكالية، وهذه تحتاج قرار واحد، إن مدير المرور يصرح يقول لا توقف، روح لأي مكان وصور.